صباح الخير مشاهدينا، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج شمس السورية. منطل من خلال هالحلقة عليكم من مدينة المعارض بدمشق، وتحديدا من معرض سوريا الدولي للطباعة والإعلام والإعلان، وطبعا المعروف باسم ميديا إكسبو سوريا. أهلا وسهلا فيكم بالكثير من التفاصيل التي تتعلق بالأجنحة المشاركة وكيفية دعم مثل هذه المعارض من خلال ضيوف أعزاء علينا. أكيد بساعتين من الزمن سوف نكون بتجوال أيضا مع الكثير من المشاركين. أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا وين ما كنتوا عم بتتابعونا، وأكيد هاي دعوة لحتى تتابعوا صفحتنا على الفيسبوك بعنوان شمس السورية. من جديد يسعد صباحكم وأهلا وسهلا بالفتنة الأخيرة مشاهدينا، أنه نضوي على أيضا الإعلام من جديد والوكالات الإعلامية من خلال استضافتنا للأستاذ خليل موسى موسى، مسؤول العلاقات العامة بمكتب قناة المنار بسوريا. أهلا وسهلا فيك أستاذ خليل، يسعد صباحك. أهلا فيك خليل. يا أهلا. وأيضا بسعدنا نلتقي بالأستاذ سليمان زيدان، مدير وكالة شيزر الإبداعية. أهلا وسهلا فيك يسعد صباحك. يسعد صباحك. يا أهلا. إذا اليوم سليمان لنحكي عن أيضا مشاركة وكالة شيزر الإبداعية اليوم، بالنسبة لكم مشاركتكم بهذا المعرض شو بتعني لكم؟ طبعا أول شيء لازم أتوجه بالشكر لحضرتك وللمنظمين لهذا اللقاء ولشركة مشهداني على هذا المعرض الجميل. هلأ نحن بالأساس مجموعة شباب طموحين، نحن ما صرنا سنة فقط، حبينا طبعا إن أهداف كثير مشاركتنا بهذا المعرض. نعم. وأهم أهدافنا هي إنه نصف مع الكبار مثل ما بيقولوا، دائما في قاعده بتقول رافق خمسه ناجحين. مين الكبار؟ الشركات كلها هون طبعا، وها شوف شلون صرنا بالفضائيه كمان كبرنا شوي. في قاعده بتقول رافق خمسه ناجحين بصير السادس. يا سلام. رافق سته فاشلين بصير السادس. نعم. هي القاعده واحده، فنحن هاي اول شيء. قل لي من تصاحب اقول لك من انت. قولي لي انت من شو مستقبلك؟ عفوا، بقول لك مين رفقاتك. العكس، قول لي مين رفقاتك قول لي مستقبلك. تمام. فهي اهم شيء كان بالنسبه لنا انه نكون حاطين اسم هون، زائد انه نحن في نشتغل بمجال الماركتينج بالذات، هو اصعب مجال في سوريا حصرا في سوريا. المجال هذا ببرا مشهور كثير بس بسوريا بالذات، لانه احنا عم نبيع فكره. احنا ما عم نبيع شيء ملموس، احنا عم نبيع فكره، فقليل الناس اللي عم تشتري افكار. فنحن لما جينا لهون كنا حابين انه نبدا نتعرف على العالم اللي مثلنا، مو في قاعده بتقول يلي مثلنا تعالوا لعنا. فنحن جينا لعندهم مشان نبدا نعمل تكاتف. مين لقيته مثلكم؟ في شركات كثير والله هون بالمعرض كثير، يعني حتى اصلا نحن في تقاطع بيننا وبين الاعلام، واول يوم وقت اجى السيد معاون الوزير كنا عم نقول له انه التسويق والاعلام هو وشين لعمله واحده. فنحن كثير متصلين بكل هاي المجالات، نحن الاعلام والاعلام مثل ما اتفقنا انه قبل الهوا انه هن كلهم يعني بصبوا ببوتقه واحده. نعم أكيد. نحن كنا عم نحكي لنخبر مشاهدينا قبل الهواء عن أهمية وجود التسويق. صحيح. خلينا نقول كأرضية لعمل إعلاني وبالنهاية إعلامي قادر أنه يوصل فكرة معينة. صح. صحيح. وكنا عم نقول أنه أنتوا الجنود المجهولين. صحيح. ما هي؟ التسويق هو عبارة عن جندي المجهول بأي معركة، حتى مو شرط يعني أي شركة بالدنيا أو أي منتج أو أي شخص حاب يبدأ أي عمل بحياته لازم يستخدم بعض أساسيات وعلوم التسويق، ما بيقدر يكون لحاله، لازم يكون ماركتينج. هي بشكل عام يعني خليني أشبهها بتشبيه بسيط، الألماسة نفسها وين تنعرض؟ إذا انعرضت بأي مكان بيكون إلى قيمة، إذا انعرضت بالمتحف مكان الأصلي بيكون إلى قيمة تانية. فدائما الماركتينج هو اللي بيعمل مثل ما بيقولوا من الحبة قبة، أو بيعمل قيمة لأي شيء بيكبره. يا سلام. وهو علم يعني قائم بحد ذاته وتخصص يعني لابد منه. صحيح. لحتى نقدر نفوت بمجال الإعلان وأيضا. صحيح. الإعلام. صحيح. أيضا حنرجع نحكي أكيد. بتفصيل بدنا نحكي سياسة، بدنا نحكي مشكلة. إعلام وتسويق وإعلان وطباعة. أنا بتمنى منك أستاذ خليل اليوم تحكي لنا باعتبار إجيت على ذكر سليمان. مجموعة عفوا سليمان. أوكي. على ذكر مجموعة شباب ويعني ما لكم سنة. صحيح. بوكالة شيزر، هل أنتم مجموعة كبيرة؟ هدفكم إلى أين تريدون أن تصلوا؟ وأهمية هذه المشاركة اليوم بهذا المعرض؟ تمام. أول شيء نحن صرنا سنة بالشركة نفسها، تأسيس الشركة سنة فقط، لكن نحن بنشتغل بمجال الماركتينج إنه تقريبا فوق السبع سنين، لكن أخيرا قررنا أن نفتح شركة لنا عشان نبدأ. يعني نحن طبعا نحن مجموعة شباب
وانا حضرت كثير ندوات ولرواد الاعمال الشباب اللي مثلي، فكانوا يحاولوا يعني يطلعوا بس يحاولوا ينجحوا باي مشروع بيكون عندهم، فبتكون ناقصتهم فقره التسويق هاي فقط. نعم. فكان احنا اخترنا الفئه المستهدفه هي كانت عندنا بالنسبه لنا احنا رواد الاعمال اللي مثلنا اللي كانوا عم بيحاولوا يعملوا شيء بهالبلد وما عم بيقدروا وما عم بيلاقوا الثغره الصغيره اللي هي التسويق على فكره. يعني هي الامور كانت سهله كثير بس بده الواحد يعرف من وين من اين تؤكل الكتف. فكنا احنا اول شيء انطلقنا نساعد كم شركه بشكل شخصي، بعدين انه اتفقنا انه نفتح شركه انا وشباب يعني ببلاش. خلينا نقول شو هي البلاش؟ اي استشاره تسويق عنا ببلاش اكيد لحضرتك بس تسلم لا اكيد اللي عم يتابعونا بالتلفزيون نحن ان شاء الله احنا بالعكس ما يهمك، نحن بشكل عام اللي ما بيعطي ما بياخذ اكيد، هي قاعده دائما معروفه، دائما لازم الواحد يعطي مشان ياخذ. نحن طبعا عندنا منصات على التواصل الاجتماعي وعندنا قنوات على اليوتيوب، نحن بنعطي هذا العلم بشكل مجانا، لكن بالاخير بضل في فكره معينه، احنا ان شاء الله مبدعين بهاي الشيء. اهميه مشاركتنا بهذا المعرض مثل ما قلت لك نحن في معركه وعي بالذات بدمشق نحن هون وبسوريا بشكل عام، انه الماركتينج هو فكره والفكره هي اصعب شيء ينباع، فنحن صرنا نقول لحتى شركات التسويق والاعلام انه تعالوا نتوحد، تعالوا نعمل يعني ما بصير الواحد يزقف لحاله، لازم نتوحد كلياتنا ونبدا ننشر الوعي لكل الشباب رواد الاعمال الشركات. يعني صارت القصه هلا ما عاد واحد ينزل اعلان وخلص، الاعلان صار فيه له اصوله، في فكره محدده بدك توصلها بالاعلان اكيد. فنحن هذا كان اهم شيء بمشاركتنا بهذا المعرض هاي الشيء، زائد العلاقات العامه الرهيبه اللي تعرفنا عليها هون بهذا المعرض. قدرتوا تستفيدوا من خبرات ناس ثانيين وكالات أكيد. اخرى نحن دائما بنحاول نكمل حالنا، دائما المطبعه مثلا بيحتاجوا لحدا يسوق، لحدا يظهر الشيء اللي بده يسويه، الاعلامي نفسه بده كمان طباعه وبده مسوق، نفس الشيء كلياتنا مربوطين ببعض، فنحن عم ندور على شراكات استراتيجيه، كانت دائما نحن العميل تبعنا بهمنا انه يكون كامل اخذ من عندنا كل شيء. جميل جدا، يعني شيء فينا نقول خدمه هاي نحن مقدمها يوغا المكاتب هاي كثير عنوان جميل ومهم. ان شاء الله يحضروها اليوم الساعه 4 الكوتش صفاء سكيكر، يعني باختصاص هاي الشغله، طبعا احنا سمعنا باليوغا بشكل عام كلنا بشكل سريع قبل ما اخذت المايك منه أوكي. بس هي اليوغا اصلا بشكل عام الناس بتعرف انه يوغا انه شو واحد بيقعد يتربع يحط ايديه هيك، هي علم كامل بس احنا اختصينا للمكاتب لانه دائما اللي بيكونوا بالمكاتب بيتعرضوا لالام الظهر، الام بالركبه، الام بالعظام، الرقبه، ديسك الرقبه تمام هذا اهم شيء اوكي. ففي بعض التمارين باليوغا عله العصر هلا بسبب الموبايلات على فكره صحيح يعني صحيح ضلوا كل الوقت الراعي بينزل على الموبايل صحيح فنحن يعني عم ندعي العالم ان شاء الله الساعه 4 نحن في عندنا محاضره بهذا المجال وان شاء الله تكون محاضره شيقه ان شاء الله. استاذ سليمان في ايضا محاضره نوعيه اسمها الميزه ايضا بكلمه اخيره منك اليوم اهميه مشاركه مثل وكالات يعني وكالاتكم وكاله تشيزر وايضا يعني بعض الوجوه الجديده بعالم صحيح. الميديا بشكل عام ان كان وكالات لها علاقه بالتسويق او حتى بالاعلام والاعلام. صحيح، اول شيء في معلومه انا قراتها بكتاب اسمه كيف تجذب الناس كالمغناطيس. الكاتبه كانت عم تقول انه كان في ملكه كان عندها طاوله مستديره وكانت تجمع فرسان، كانت مسميتهم فرسان الطاوله المستديره. فارس مهندس، فارس ميكانيكي، فارس سباك، فارس طبيب، فارس محامي، فارس تجمعهم كلهم، فلما كان عندها هدول الفرسان كانت اي شيء تحتاجه تلاقيه موجود عندها. فنحن كان احد يعني اهميه هذا المعرض هو انه نقدر نحصل يعني نجمع فرسان كثير ونكون احد فرسان لشركات ثانيه. فطبعا بتشكر مجموعه مشهدان على التنظيم، بتشكر الفضائي السوري على هذا اللقاء، وانا كثير بتشرف باللقاء وان شاء الله نقدر نضوي على التسويق بشكل اكبر ان شاء الله بالايام القادمه. بدي اتشكر وجودكم الاستاذ خليل موسى مسؤول علاقات العامه بمكتب قناه المنار بسوريا، وايضا سليمان زيدان مدير وكاله تشيزر الابداعيه، وجميل يعني اللي اشرت له هو وجود التخصصات اللي بدونها ما بنقدر ننجز عمل متكامل. شكرا للقائمين على المعرض اليوم بمدينة المعارض اللي كان تحت عنوان
ميديا اكسبو سوريا 3، وطبعا نحن بنتمنى ان شاء الله بالسنوات القادمه الاستفاده من كل ما جرى وقدم في هذه السنة من أجل الوصول إلى عالم متكامل من الإعلام القادر على إيصال الصورة الحقيقية لمستحقها. شكرا مشاهدينا للمتابعة، كنت معكم من مدينة المعارض بحلقة خاصة من برنامجنا شمس السورية. تحية لأسرة العمل وإلى اللقاء.